السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم جبت لكم فيديو جديد لي بات او لا كانيلوني بطريقه جد مبسطه، طريقه ايطاليه سهله جدا وزوينه وماشي مكلفه. كنتمنى انكم تتبعوا معايا من الاول حتى الاخر، راه كتجي رائعه جدا. كنحتاج بكيه ديال هاد الكانيلوني، راه متوفرين في جميع المحلات الكبرى. هادي فيها تقريبا نص كيلو. كنحتاج جوج ديال البصلات متوسطين مشلدين رقاق. كنحتاج واحد الكريمه ديال هاد الباستا. اللي ما عندوش هادي ماشي بالضروري يدير هادي، يقدر يدير غير البيشاميل. وكنحتاج لاصوص ديال ماطيشه. انا عندي هاد لاصوص مختصه في هاد الباستا كلها، اللي ما عندوش وما متوفرش ليه ماشي بالضروره يديرها، يدير غير جوج ماطيشات محكوكين راه ممكن. وعندي هنايا البزار، عندي سكينجبير، وعندي عندي الملحه. بالنسبه لهادو انا راه درت غير نص معلقه نص معلقه. وعندي ثلاثة ديال سنين فات ديال الثومه. عندي 350 غرام ديال الكفته مفرومه ديال اللحم. وعندي زيت الزيتون، اللي بغى يدير زيت الزيتون او زيت المائده يقدر يدير. وعندي الحبق، وعندي الفرماج ديال الشيدر. البنات كندير واحد المقله اللي غادي نطيب فيها هاد البصله والكفته. كندير تقريبا واحد 3 المعالق ديال زيت الزيتون. كما قلت لكم اللي بغى يدير زيت المائده يقدر يديرها، ماشي بالضروره يدير زيت الزيتون. انا غير كتعجبني زيت الزيتون صافي. وغادي ندير هذاك البصله. البصله البنات انا قلت لكم جوج موين، ولكن اللي بغى يدير ثلاثة يدير باش يجي خير الله ديال هذاك لاصوص. صافي البنات كنبدا نحرك هاد البصله هادي حتى بدات تهبط ليا. البنات كندير هذاك الثومه، صافي البنات انا راه حركت هذا الشيء هذا مزيان. وكما شفتوا راه البصله بدات كدبل ليا هو وهذاك الثومه. صافي دابا كنضيف الكفته صافي. كنبقى نحاول انني هاد الكفته هادي نفرتتها هكا باش طيب. هانتوما شفتو البنات راه حتى من البصله بدات كطيب والكفته راه عاد طابت. صافي هنا كنزيد سكينجبير والبزار والملحه وكنميلونجي مزيان هاد الخليط. البنات اللي بغى مثلا عنده الكفته قليله وبغى يزيد الخيزو مثلا محكوك يقدر يديرو. اللي بغى يدير الفلفله يزيدها، ما كاين حتى شي مشكل. هاد المرات كنتشهاو الحاجه وكتكون مثلا عندنا الكفته قليله، يعني راه ماشي بالضروره ان نديرو غير الكفته غير بوحديتها. الا بغيتو تزيدو هاد الشيء معاها راه تقدرو تزيدو. صافي البنات هنا انا كنزيد مطيشه. صافي كنميلونجي هذاك مطيشه والكفته. هانتوما شفتو البنات انا راه في هذا الوقت ما باش ما نضيعش الوقت راه درت الماء يطيب باش غادي نحط فيهم هذاك لي بات ديالنا. البنات انا عندي هذاك الحبق ها هو، غادي نقطعو غير هكا غير عشوائي باش يطلق ليا النكهه ديالو. ما عندكمش ماشي بالضروره، غير هو كيعطي واحد النسمه وكيعطي واحد النكهه زوينه الصراحه. صافي غادي نميلونجي وغادي نحط غادي نغطيه بما بدات كتشرب هاد لاصوص هادي. تختار شويه وداك الساعه غنطفي عليها.
البنات من بعد ما ها نتوما شفتوا طاب كلشي وما فيش ما بقاتش فيها الريحه ديال مطيشه. صافي غنطفي عليها وغادي نمشي نظلها. البنات غادي ناخذ واحد الاناء بحال هكا وغندير فيه الماء يكون طيب يعني سبوله حيت انا ما غاديش نسلقهم. غادي ندير غير باش ما يتعجنوش ليا غادي ندير غير القياس وغنبقى نبدا نهز. اللي بغى يسلقهم يقدر يسلقهم لكن من الافضل هكا باش ما باش كيصلحوا للتعمار. صافي البنات انا عندي هذا الاناء هذا غادي ندير شويه ديال هذا البيشاميل ولا هذه الكريمه غادي نحاول انني نديرها هنايا نسرحها مزيان باش ما كتحرقش لينا هذاك لي بات ديالنا سواء درنا هادو اولا درنا اي نوع من الباستا ما كيبش ما كيتحرقوش وما كي ما كيوليوش مقرمشين. وغادي نزيد شويه من هاد الكفته وهادو اللي حضرت. غادي نحطها على جنب وغادي ناخذ هادوك لي بات صافي البنات ها نتوما غادي نبقى نبدا نعمر بالواقفيه. خصهم يكونوا عامرين مزيان هادشي باش قلت لكم اللي بغى يزيد الفلفله اولا يزيد خيز ومحكوك يقدر يضيف. ها نتوما الشوره غادي تبان لكم بدات كتعمر. صافي غادي نحطها وغادي نعاود ناخذ واحده اخرى غادي ندير نفس التعميره. ضروري ديروا الفرشيطه البنات من هنا باش ما تطيحش لكم هذاك الحشوه. هانتوما شفتوا الطريقه كيفاش غادي نبقى حتى نكمل كلشي وغنرجع لكم. صافي البنات هانتوما شفتوا من بعد ما كملت غادي نعاود ندير هذاك الكريمه اولا البيشاميل اللي عندكم درتو صافي. وكندير هذاك الفرماج البنات اللي عنده الفرماج حمر يديرو اللي عنده هذا الموتزاريلا يقدر يديره يعني الفرماج اللي عندكم متوفر تقدروا ديروه. وكنزيد شويه من هاد الكريمه هادي اولا هاد الصلصه اللي درت عفوا وصافي وكنعاود نعمر بنفس الطريقه. صافي البنات ها نتوما شفتوا من بعد ما كملتها بقات لي واحد شويه ديال لاصوص غادي نديرها من فوق منها باش ما تنشفش وما تبقاش هكا تكرمل ليا. وغادي نزيد شويه ديال هاد الكريمه اولا صوص بيشاميل. راه هادشي ديال الباستا كله راه الا ما كانش هادشي ديال البيشاميل راه ما كيطلعش البنات زوين الصراحه. انا بعض المرات كنعكز عليه علاش حيت ما كيكونش عندي متوفر هاد الكريمه اولا ما كتكونش متوفره عندي البيشاميل باش انني نديرها كيجيني العكس. صافي ومن بعد غادي نزيد الفرماج. صافي البنات ومن بعد دابا غادي نزيد الفرماج. صافي وغادي ندخلها لدرجه الحراره 170 من بعد ما غطيب غادي نرجع لكم. صافي البنات ها نتوما تشوفوا من بعد ما طابت جات موحده في اللون وجات غزاله طابت ما بقاتش زعما هكا مقرمشه ولا شي حاجه. ها نتوما غادي تشوفوا الشكل ديالها
البنات جربوها، هي اللي جربتوها غادي تولي معتمده عندكم هاد الطريقه هادي، وراه ساهله تقدروا ديروها دائما. انتم شفتوا الشكل ديالها. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، اللي اول مره يشوف القناه ميساج الضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلوا كاع الجديد، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساونيش من التعليقات ديالكم، كيحفزوني وكيخلوني نحط لكم الجديد، وتبارطاجوها للاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم باش توصل الفائده للجميع. ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساونيش الناس من البارطاج ديالكم ومن التعليقات. السلام عليكم.